الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بك عزيزي الطالب في لقائنا الثالث في المدخل لدراسة الفقه، ونتحدث في هذا اللقاء عن التشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونتوقع منك بعد هذا اللقاء أن تكون قادرا على أن تبين حالة العرب قبل التشريع وبعده، أن تذكر مصادر التشريع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن توضح منهج التدرج في تشريع الأحكام مع ذكر أمثلة، أن تذكر الحكمة من نزول القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تفرق بين جمع القرآن في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنهما وأرضاهما. التشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يعرف نعمة الإسلام من لم يعرف حال الجاهلية. فلنقف أولا مع حال العرب قبل التشريع، قبل البعثة، قبل رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن المجتمع الجاهلي عريا عن الأنظمة والأحكام في شؤون حياته كلها، فقد كان للعرب أنظمة وأحكام وقوانين في سائر شؤونهم. فنجدهم في عباداتهم مثلا كانوا في الأصل يدينون بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، يدينون بدين الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما الذي حدث؟ في انحدار متسلسل كانت نهايته بمجيء أبو خزاعة، عمرو بن عامر الخزاعي، الذي قال عنه ابن كثير أن قبيلة كاملة نسبت له. جاء هذا بالأصنام إلى جزيرة العرب، فكان أول من عبد الأصنام وأدخل الشرك إلى العرب. وإلا فالأصل نجد أن العرب لا زال عندهم تعظيم وتقديس وعبادات، فنجد أنهم يطوفون بالبيت ويعظمونه ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بالعبادة. هذا جزء مما كان عليه حال العرب في شأن العبادة. وطبعا انحدر العرب فسيبوا السوائب وجاءوا بشركيات وتقربوا إلى الأصنام، وتعددت هذه المعبودات التي يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، ما يدل على ضعف في عقولهم وأنهم قد غيروا وبدلوا ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في جانب آخر اشتغلوا بالتجارة، ولكن كانوا يتعاملون بالربا بجميع أنواعه، ويظهر فيهم القسوة ويظهر فيهم الإجحاف، وجاء الإسلام ونهاهم عن هذه التعاملات، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وكذلك عندهم خلل في التعامل في البيع، ولما جاء الإسلام بنهيهم عن الربا كثير منهم أبوا ذلك وزعموا أن البيع والربا شيء واحد، قالوا إنما البيع مثل الربا. في الجانب الاجتماعي نجد عندهم بعض القوانين التي كانوا يستنون بها ويتقيدون بها، وبالمقابل نجد أن عندهم خلافاً وخللاً وضرراً في جوانب في علاقاتهم الاجتماعية. فنجد أنهم في الزواج لا يتقيدون بعدد الزوجات، فقد يزيد عدد زوجات أحدهم على 4، يصل إلى 10 أو أكثر من ذلك، ولا يتقيدون بصفة الزوجات، فيتزوج أحدهم خالته أو عمته ويجمع بين الأختين. وهذا كان حالهم في تشريعاتهم في جانب الاجتماع. وكذلك في الطلاق لم يكن يلتزمون بعدد، ويعدون الظهار تحريما مؤبدا، ويظهر فيهم خلل في هذا الجانب.
في مقابل ذلك في جانب السياسات في المجتمع والعلاقات كانوا في صراع مستمر وفي حرب لأتفه الأسباب يدركها كل من درس حال العربي حال الجاهلية. فما الذي حدث؟ ما هو أثر التشريع عند العرب الذين أسلموا؟ حصل تحول عجيب سببه الإيمان، تحول عجيب في الطباع والأخلاق والنظرة للكون والحياة. فنجد أن العربي وغيره بالإسلام خرج من ولاية الشيطان إلى ولاية الرحمن، ومن ظلمات الكفر وقسوته إلى ولاية الله سبحانه وتعالى ونور الإيمان إلى حرية وعزة، كما قال جل ذكره: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كان العربي قبل الإسلام ليس له هدف ولا غاية ذات شأن، كان يشعر في شعوره أنه إنما جاء ويعيش ليأكل ويشرب ويقضي شهواته، فشعوره مادي. فجاء الإسلام غير طباعه، هذب طبعه وغير نظرته، فأصبح عفيفا قنوعا يفكر بفرائض الإيمان ومعانيه الروحية. وما يدل على ذلك قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فاستضافه وبكى من شدة الجوع، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم شاة أخرى فشرب حلابها، وهذا الرجل يشرب دون أن يقنع أو يشبع. ثم بات عند النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه الإسلام فأسلم. وفي الصباح جاء له النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فأمر له بحلابها فشرب، فشبع من شربة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. هناك تغير، أصبح شبعه ليس ماديا فحسب، بل يرتوي بالإيمان وله غذاء روحي. أصبحت نظرته متغيرة، فتغير طبعه وحاله. نتحدث الآن على ما أردنا الحديث عنه في الأصل، وهو التشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسؤال: ما هي مصادر التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نتحدث عن المصدر الأول وهو القرآن. فمصدر التشريع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو الوحي. الوحي بنوعيه: الوحي اللفظي وهو القرآن، والوحي بالمعنى وهو السنة. فهل الاجتهاد مصدر للتشريع والفقه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الاجتهاد مرده للوحي. لنتحدث عن معنى القرآن باعتباره المصدر الأول للتشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى القرآن لغة وما معناه اصطلاحا؟ القرآن لغة مصدر مرادف للقراءة، إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته. أما في الاصطلاح فالقرآن كلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي للإعجاز والتحدي به وللتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر. وكل مفردة ولفظة من هذا التعريف تحتاج إلى وقفة، يمكنك أن ترجع إلى كتب علوم القرآن للتوسع في تعريف القرآن ومفردات هذا التعريف. نتساءل: كيف نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو المصدر الأول للتشريع والفقه؟ في الحقيقة القرآن من الوحي، والوحي على ثلاث حالات. كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إما مثل صلصلة الجرس والصوت القوي، وهو أشقه على النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه، أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. الطريق الثاني أن يتمثل له الملك رجلا، وهذا أنسب له وآنس له، أن يأتيه مخلوق يتمثل له أو يأتي بصورته فيراه. فإذا تمثل له الملك رجلا فأوحى إليك، هذا طريق من طرق الوحي. الثالث الرؤية الصالحة، يراها الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذا عبارة عن مقدمة وليس في القرآن وحي بالرؤية المنامية. دعونا نتحدث عن منهج القرآن في تشريع الأحكام. القرآن هو المصدر الأول للتشريع وللفقه، فما هي منهجية القرآن في تشريعه للأحكام؟
خلاصة ذلك أن نقول بأن أحكام القرآن نزلت في الجملة بالتدريج، تدريج بحسب المكان والزمان والحوادث. فننظر إلى مرحلتين، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. فنجد أولا بأنه بدأ في مرحلته الأولى بتصحيح عقيدة الناس، خلصهم من حب الأوثان، ذكر الأدلة على وحدانية الله، دعاهم للإيمان باليوم الآخر، ذكر الأدلة العقلية على الإيمان وعلى البعث وعلى نحو ذلك. هذا في المرحلة الأولى. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يكرر وحدانية الله، يكرر الإيمان بالله واليوم الآخر، ويذكر الأدلة العقلية. أيضا نجد بأن القرآن دعا العرب إلى الأخلاق الفاضلة ونهاهم عن الأخلاق القبيحة، دعاهم إلى الصدق ونهاهم عن الكذب، دعاهم إلى الأمانة وحذرهم من الخيانة، دعاهم للعدل وحذرهم من الظلم. هذا مبثوث موجود في كثير من آية القرآن الكريم، ولا سيما في السور المكية. فالخلاصة أننا نجد أن القرآن نزل في العصر المكي خصوصا، ودعا إلى العقائد والأخلاق، وكذلك بيّن قصص الأمم الماضية لكي يأخذوا منها العبرة والعظة ولا يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم. فماذا حصل في منهجية القرآن في تشريع الأحكام بعد الهجرة في العهد المكي؟ بدأت الأحكام العملية، العبادات والمعاملات. فما المقصود بالعبادات؟ العبادات هي الصلاة والصوم والزكاة والحج وما يتعلق بها من أركان وشروط والنوافل، كذلك ما يتبعها من نوافل. والقرآن له منهجية في تشريع العبادات. فمثلا إذا نظرنا إلى الصلاة فنجد بأن القرآن الكريم اهتم بها اهتماما بالغا في آيات كثيرة، فأمر بالمحافظة عليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأمر بالمحافظة عليها في كل الأحوال، في السفر وفي الحضر، في الأمن وفي الخوف، في الصحة وفي المرض، وتوعد الله من ضيعها أو قصر منها، توعده بالعذاب، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. حتى في السفر يأمر القرآن الكريم ليس عليكم جناح إن خفتم، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقصروا من الصلاة إذا خافوا أن يفتنهم الذين كفروا. وهكذا لو نظرنا إلى سائر العبادات كالزكاة التي قرأناها القرآن الكريم بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجاءت السنة وفصلت أحكامه والقرآن أمر بها إجمالا. وهكذا الصوم، يا الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهكذا سائر العبادات. فما هي منهجية القرآن في تشريع المعاملات؟ المعاملات كما مر معنا هي القسم الثاني للأحكام العملية، ومر معنا كذلك الحديث عن موضوعات قسم المعاملات من التشريعات العملية. القرآن الكريم أشار إلى كثير من المعاملات إجمالا أو تفصيلا، وكذلك نجد بأن القرآن الكريم بيّن العقوبات، وهي عبارة عن حدود أو عقوبات مقدرة على جرائم معينة، تسمى هذه العقوبات قد تسمى حدودا، تسمى حدود. وجاء أيضا في القرآن الكريم بيان لتشريع هذه العقوبات أو الحدود من الجرائم مثلا التي توجب حدا وثبت تحريمها في القرآن الكريم على التدريج، جريمة شرب الخمر وجريمة الزنا، فجاء الإشارة إلى حد الزنا ولكنه كان فيه تدرج. ومن عقوبات الجرائم التي شرعها القرآن الكريم عقوبة القذف 80 جلدة، وعقوبة السرقة وهي قطع اليد. ولو عدنا قليلا إلى ما يتعلق بالتدرج في الخمر والزنا، نجد منهجية القرآن في تحريم الخمر، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تنويه
ورزقا حسنا، تنويه إلى أن السكر السكر ليس حسنا. ثم جاء مرحلة أخرى في التدريج في تحريم الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاء المنع من تناوله عند الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاء التحريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، منهجية. في الزنا نجد في القرآن الكريم ابتداء تجريم الزنا ولكن بحبس الزانية أو وإذا الزاني، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. لكن بعد ذلك جاء نسخ ذلك، وجاء الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن. فهذه منهجية من منهجية القرآن الكريم في تشريع الأحكام. ويجب على الحاكم أن يقيم الحدود والعقوبات، عقوبة حد الزنا، عقوبة الزنا والسرقة بإقامة حده وهي قطع اليد. وقد جاءت النصوص تحذر من ترك العمل بهذه الحدود أو الشفاعة فيها إذا بلغت الحاكم، فيجب على الحاكم أن يقيمها إذا بلغته. ومن شفع في هذه الحدود بعد أن بلغت الحاكم فإنه يضاد الله تعالى في حكمه. ننتقل عزيزي الطالب إلى الحديث عن تدوين القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول للتشريع. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه اهتموا بجمع القرآن في القلوب، وتنافس الصحابة في حفظه ومدارسته، وكان بعضهم يكتب فيما تيسر له من قرطاس أو عظم. لم يلتزموا بترتيب السور، لماذا؟ لأن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، فقد تنزل آية في سورة أو في أخرى. وهنا سؤال قد تريده عزيزي الدارس، وهو ما أسباب عدم جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تأخر جمعه؟ فنقول لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب، منها أن نزوله كان منجما مفرقا، فلا يمكن جمعه وهو لم يكتمل نزوله بعد. الأمر الثاني توقع وترقب نسخ بعض أحكامه أو تلاوته، فلم يجمع القرآن لهذين السببين. فما الحكمة من نزول القرآن منجما إذن، وأنه ينزل حسب الحوادث والوقائع وليس جملة واحدة كما قال الكفار وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، لو نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك لنثبت به فؤادك. إذن الحكمة الأولى من نزول القرآن منجما تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفؤاده وتسليته، ومن حكمة نزوله منجما كذلك التدرج في التشريع، فهو ينزل كما مر معنا مع الحوادث ومتدرجا حسب أحوال الناس. ننتقل للحديث عن جمع القرآن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. هناك جمعان تم للقرآن الكريم، الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق والجمع الثاني في عهد عثمان رضي الله عنهما. جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه هو جمع ما تفرق في الصحف في الأكتاف والعصب وفي الصدور، جمعه في مصحف واحد، وقام بترتيبه على حسب ترتيبه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسببه ما هو عزيزي الدارس؟ سبب جمع القرآن في عهد أبو بكر رضي الله عنه، لماذا لم يترك؟ وحتى أبو بكر رضي الله عنه كما علمنا في الصحيح كان معترضا في البداية على فكرة جمع القرآن الكريم، لما عرض عليه عمر رضي الله عنه أن يجمعه عندما استحر القتل بالقراء لا سيما في معركة اليمامة. فلماذا رضي الصديق وتابعه الصحابة وجمعوا القرآن الكريم؟ يتلخص سبب جمع القرآن في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في استشهاد كثير من حفظة القرآن وخشية ذهاب القرآن بذهاب حفظته، فجمع القرآن. ثم جمع القرآن جمعا آخر في عهد عثمان رضي الله عنه، وهذا في الحقيقة هو جمع للناس على النسخ التي نسخت من المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن
ما هو سببه عزيزي الدارس؟ عرفنا أن سبب جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخوف والخشية من ذهاب القرآن بذهاب حفظته، فلماذا جمع عثمان رضي الله عنه الناس على النسخة التي كانت عند التي جمعها أبو بكر رضي الله عنه وكانت عند حفصة؟ السبب هو منع الفتنة المتوقعة من الاختلاف في القراءة، كما يظهر ذلك من كلام حذيفة رضي الله عنه بن اليمان لما غزا في البلاد ورأى اختلاف الناس في قراءة القرآن الكريم ورد بعضهم على بعض. عزيزي الطالب، في نهاية هذا اللقاء نريد هذا التكليف: بيّن منهج القرآن في تدرج القرآن في تحريم الخمر وعقوبة الزنا. ما الحكمة من نزول القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ سعدنا بلقائكم، نفعنا الله وإياكم، وإلى لقاء ومحاضرة أخرى تتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.